السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم الفنية قناة كوكب الفن. كنشكر كل المتابعين الكرام اللي كيعلقوا التعليقات المحفزة وأيضا اللي كيوضعوا جيم تحت الفيديو، لأن هذا كيحفزنا أكثر باش أننا دائما نقدم لكم الجديد. واللي باقي جديد في القناة كنتمنى يشارك ويفعل زر الجرس باش يتوصل بأي جديد. وبلا ما نطول عليكم غندوزو لعناوين هذه الحلقة. فرق موسيقية عالمية تعبر عن إعجابها بأغاني النجم المغربي سعد المجرد. رقص الرمضاني على نغمات الرقادة يثير إعجاب متتبعيه. روبي تستعد لألبومها الجديد في حتة تانية. سيلينا غوميز تغني بالإسبانية لأول مرة في كليبها الجديد دوينافيز. محمد صلاح للأسف لم أتواصل بعد مع حكيم زياش لقدومي حديثا إلى إنجلترا، لكننا سنلتقي في المستقبل. تقاسم مساء يوم الجمعة الفنان سعد المجرد مع متابعيه على حسابه بالإنستغرام عبر خاصية أسطوري مقطع فيديو لفرقة CNCO اللاتينية الشهيرة، وهي تعبر عن إعجابها بأغانيها خلال حلولها ضيفة على برنامج إيتي بالعربي. وعبرت الفرقة الشهيرة عن إعجابها بموسيقى الفنان المغربي سعد المجرد، لا سيما أغنية أنت معلم التي يحتفظ بعض أفراد مجموعتهم بها على هاتفها ضمن قائمة الأغاني المفضلة لديهم. ويشار أن المقطع الذي أنزله المجرد لفرقة CNCO يعود للحوار الذي أجراه الإعلامي صبحي بكري مع الفرقة على خلفية حلولهما بدبي الشهر الماضي للمشاركة في فعاليات مهرجان دبي للتسوق. ويذكر أن فرقة CNCO ليست المجموعة العالمية الوحيدة التي أعجبت بموسيقى النجم المغربي سعد المجرد، إذ عبرت فرقة البوب الكورية جوت 7 هي الأخرى عن إعجابهم بأغنية أنت معلم، وذلك من خلال شريط فيديو جرى تداوله عبر بعض الصفحات المغربية الخاصة بأخبار الفن والمشاهير على الإنستغرام، والذي وثق لمحاولة فرقة جوت 7 أداء أغنية سعد المجرد، وأيضا لقيام أحد أفرادها بالرقص على الأغنية بعدما استعصى عليهم أداء الكلمات باللغة العربية. رقص رضوان الرمضاني على نغمات الرقادة يثير إعجاب متتبعيه عبر السوشيال ميديا. استقبل رشيد العلالي خلال عدد هذا الأسبوع من برنامج رشيد شو الإعلامي رضوان الرمضاني من أجل أن يتقاسم مع متتبعي البرنامج ذكريات من حياته الشخصية والمهنية. وظهر الصحفي رضوان الرمضاني وهو يرقص على نغمات الرقادة بشكل جيد، ما أثار إعجاب متتبعيه الذين اعتادوا على رؤيته وهو يناقش الأمور السياسية. وحاول رضوان الرمضاني عرض جانب من حياته الخاصة من خلال برنامج رشيد شو الذي يبث كل جمعة على القناة الثانية دوزيم. روبي تستعد لألبومها الجديد في حتة تانية. بدأت روبي التحضيرات لألبومها الجديد في حتة تانية، بينما شارك المنتج وليد منصور صورا لهما أثناء جلسة تحضيرها للألبوم. تتعاون روبي في هذا الألبوم مع الشعراء أيمن بهجة قمر، عزيز الشافعي وبلال سرور، والملحنين مدين وإيهاب عبد الواحد. أما الموزعين فهم توما وتميم وأحمد إبراهيم ورامي سمير. وكانت روبي قد سبق وتعاقدت على فيلم شغل خواجات ضمن خطة إنتاجية تضم عددا من الأعمال الفنية بين المنتجين وليد منصور ومحمد رشدي يشهدها عام 2021. بدأت بفيلم أهل الكاف، يليه فيلمي شغل خواجات وكوزمو. سيلينا غوميز تغني بالإسبانية لأول مرة في كليبيا الجديد دوينافيز. سيلينا غوميز النجمة العالمية طرحت أحدث أغانيها يومه الخميس، والتي قدمتها باللغة الإسبانية لأول مرة في مشوارها الفني بعنوان دوينافيز، والتي حققت على يوتيوب أزيد من 5 ملايين مشاهدة حتى الآن خلال 14 ساعة فقط من طرحها، وتصدرت مستوى متقدم من ترند الموقع الشهير.
سيلينا غوميز حين أكدت في تصريحاتها عقب طرح الأغنية أنها استعدت كثيرا من أجل تلك المفاجأة التي تعتبرها أحد أهم الأغاني التي قدمتها، ونال الكليب عقب طرح إعجاب عدد من محبيها وأصدقائها الذين هنؤوها بعدما طرحت البرومو عبر حسابها على الإنستغرام. وقالت سيلينا غوميز في تصريحاتها إن الأغنية الجديدة جميلة وأنها تعتقد أن لها معنى قويا جدا وراءها لأي شخص كسر قلبه من قبل، وأضافت: لدينا جميعا الألم والندوب من التجارب المختلفة التي نمر بها في الحياة، ولكن حقا كيف نعالج أنفسنا؟ لا يتعلق الأمر فقط بترك الماضي وراءك والتسامح، ولكن الأهم من ذلك أنه يتعلق أيضا بالقوة والمضي قدما وبدء الفصل الثاني بحسب مجلة فوغ الأمريكية. محمد صلاح يعلق: للأسف لم أتواصل بعد مع حكيم زياش لقدومي حديثا إلى إنجلترا، لكننا سنلتقي في المستقبل. تطرق محمد صلاح لاعب ليفربول لعلاقته بالمغربي حكيم زياش الوافد الجديد على تشيلسي في الميركاتو الصيفي الماضي، مؤكدا أنه لم يتصل به بعد ولم يلتقي بنجم أياكس أمستردام السابق نظرا لحداثة قدومه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال الدوري المصري في تصريح تلفزيوني: لم أتصل بحكيم زياش للأسف لأنه انضم حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن سنلتقي في المستقبل بكل تأكيد. كما عرج محمد صلاح في حديثه على الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي قائلا: لدي علاقة جيدة بها، نتحدث في كل مباراة نتواجه فيها. يذكر أن الدولي المغربي انضم إلى تشيلسي في الصيف الفارط بقيمة مالية بلغت 40 مليون يورو، وقد نجح في تقديم الإضافة لحدود الآن لكتيبة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد. بهذا الخبر نأتي لنا يا سيادة الموجز، شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله، استودعكم الله، إلى اللقاء.